أذان أذان. أنت دائما بتبالغ بالقصص، بس اليوم اليوم أنت تجاوزت كل الحدود. معقول صرت تضرب عادل من دون ما تسمعه ولا حتى تسمعني؟ أنت شو صاير لعقلك؟ أنت شبكي شايرة؟ معقول تتركيه يحضنك وما بتحاكي شي بالمرة؟ أنت عن جد مفكر إنه هي قصة كبيرة أذان؟ حتى أنت بتحضنها لنور طول الوقت، في شي مرة اعترضت عليك؟ شايرة نور أقرب صديقة لإلي، وعادل كمان صديقي أذان. عن جد؟ أربع أيام، أربع أيام صار لك بتعرفيه لهذا وعم تقارنيه برفيق طفولتي؟ أنا ما عم قارن أذان، أنا بس عم قلك إنه القوانين هي وحدة وبتنطبق علي وعليك. القصة مو قوانين شايرة، القصة هي إنه مين يلي بيستاهل ومين يلي فعلا منأمن ومنقدر نوثق فيها شايرة. وإنتي بتعرفي كتير منيح إني ما بحبه لهذا عادل ولا حتى هالقد بقدر أوثق فيه. أنا بعرف إنك ما بتحبه لعادل، مشان هيك ما بدك يعني إني أحكي معه، صح؟ أذان إذا أنا كنت ما بحبها لنور، بتعرف منيح إني ما كنت رح قلك تقطع علاقتك فيها. شايرة، نور بتكون صديقتي من الطفولة، وبين نور وعادل في فرق. ليش ما عم تستوعبي علي؟ عادل شاب مانو منيح وأنا بكرهه. روق، أنت مجروح يا أذان. شو؟ ورجيني أذان إيدك، ما انتبهت. بسيطة شايرة، بهالأيام صايرة ما عم تنتبهي على شي غير عادل أفندي. لا أذان، أنا رايح أجيب لك معقم. انت بتفهمي علي نور، حاولي تفهميها لشايرة انه عادل شخص مانه منيح. شكرا نور، بس لازم نرجع نشيلها احسن ما يلتهب جرحه. أذان، مو مشكلة شايرة. أذان خليني شايرة. بس أنا منيح. تركي بحاله شايرة. أي نور، بس اسمعيني، إذا بده يشك فيك تركي يشك على كيفه، وكمان إذا كان بده يتخانق مع حدا تركي على راحته، وإذا كان معند وما بده جرحه يطيب وبده إياه يلتهب ويتوجع مو مشكلة، تركي هيك معصب ولا تقربي منه. أنت معي ولا معه؟ بدك الكف مني ولا من أمي؟ إذا مرة تانية بسمعك عم تحكي مع شايرة بهالأسلوب رح أحكي كل شي لأمي. شايرة مرتك، وهالشي ما بيعني إنك تكون ناشف وقاسي معه. وبعدين شايرة ما غلطت بشي، لشو هالنظرة؟ اعتذر من شايرة. شايف؟ هلأ خليتها تبكي. شايرة، شايرة، آسف. الأصدقاء بتلاقيهم دائما بالأوقات الصعبة أسان،
بيعملوا لك إسعاف أولي للجرح، بس الزوجة وحدة اللي بتقدر تشفي. وشايرة مرتك وشريكة عمرك آسان، لا تنسى هالشي. آذان، ما في داعي إنك تحس بالقلق والغيرة، صدقني حبيبي عادل إجا بس مشان نور، وإنت بتعرف هالشي منيح كتير. عادل قال لي إنه نور عاجبته وحابة، ومن المفروض تكون لاحظت هذا الشي. تعرف آذان، عن جد أنا كتير بتضايق وقت بتصير بتشك بعادل. ليش عم تتصرف كأنك عم تتهمه بالخيانة؟ شايرة القصة مو هيك أبداً. أنا ما عم شك فيكي شايرة، بصراحة أنا بس ما فيني أوثق بهذا اللي اسمه عادل. أنا آسف. وأنا كمان آسفة آسف. سيد أذان، نور بعتت لك الحليب بالكركم لتشربه. نور صديقتي ولا عدوتي؟ ما شوكة، خلص رجعي، مو جاية على بالي. بس نور أمنتني إلك إذا ما رح تشرب الحليب هي رح تجي لهون وتفضي كل الكاسة فوق راسك. هاي نور عن جد ما بتنطق. رح حطها هونيك. آذان، هلأ وصلتني رسالة من أمي، لهيك كنت بس عم رد عليها. شايرة أنا نعسانة وبدي حاول نام شوي. ليش؟ شو يلي صاير لك؟ يمكن نعست بعد ما أخذت المسكنات، لو سمحتي طفي الأضوية. طيب ماشي، شوي وبرجع لعندك. ثلاثة، اثنين، واحد. عادل؟ عادل، انت شو عم تعمل؟ يعني برأيك لازم ضل بعد اللي صار؟ عادل، انا عادل تعال، اعطيني اياها شوي، انا بساوي لك اياها. تعال يلا قرب عود. ليك عادل، انا بعرف إنه آذان بالغ بردة فعله، بس أنت كمان عم تبالغ. لا أنا ما عم بالغ أبداً، أنا بس عم حاول إني أتفادى وجود المشاكل، وشفتي بعينك كيف آذان ما بيحبني ولا بيطيقني، وطالما هو ما بيحبني ما رح يتقبل أي علاقة بيني وبين نور. مو أنت قلت إنك بتحبها؟ أكيد أنا بحبها كتير، ولهيك عم أتحمل كره آذان إلي ولا مبالاة نور بمشاعري، بس الحب من طرف واحد ما بيكفي أبداً. عادل، أنا بعتقد إنه نور هي كمان بتحبك،
حتى هي قالت لي إنه كل الأمور توضحت. إيه بس برأيي هذا الشيء ما بيكفي. واضح إنه آذان بيكرهني كتير، وفوق كل هاد عم يشك بعلاقتنا. لا تشغل بالك بهالقصص، أنا قدرت إني أقنعك. بس نور، كمان لا تشغل بالك بنور، الزمن كفيل بإنه يحل كل شيء. ولوقتها لوقتها لازم ضل هون، بفهم هالشي. وغير هيك أنا ما فيني بعيد عن حبيبتي ولا لحظة، بس لبين ما أحكي هالحب لازم يضل سر بيناتنا، وما بيصير آذان يعرف أي شيء، وإلا الموضوع بيخرب. شايرة، كنت مفكر إنه رح يكون صعب علي أوصل لحبيبتي، بس أنت سهلتي الموضوع علي لدرجة إني عن جد ما عم بعرف شو ممكن قلك. بس لازم إنه قلك شيء، بحبك شايرة، بحبك. أنت مبسوطة؟ أنا مبسوطة كتير. خلص، إذا مبسوطة فأنا مبسوط. لكن هلأ بالإذن عادل. طيب باي. آذان حبيبي، ما في داعي أبداً إنك تحس بالقلق والغيرة هون. صدقني عادل إجا بس مشان نور. هالحب لازم يضل سر بيناتنا، وإلا الموضوع رح يخرب. أنا بحبك شايرة. ما في أبداً هالحب لازم يضل سر بيناتنا، وإلا الموضوع رح يخرب. عادل إجا أنا بحبك شايرة. لا، كل اللي شفته ممكن يكون كذب، أكيد عيوني عم يخدعوني، وكل اللي سمعته كمان مانو مزبوط أبداً، وحتى قلبي عم يكذب علي. بس شايرة مستحيل إن تكون عم تخوني. يلي صار أكيد بالصدفة، وأنا فهمان كل المواقف بطريقة غلط. أنا متأكد إنه صاير سوء فهم، لهيك لازم روح هلأ وشوفها لشايرة وأحكي معها وأفهم كل الموضوع منها. سوء التفاهم هاد ما ممكن يتوضح إلا وقت اللي أنا بدي إياه يتوضح. يا أخي، آذان؟ آذان، وينك أنت؟ آذان، أنت هون؟ فكرتك نايم. ايه كنت نايم شايرة، بس من شوي فقت. شايرة، لازم نحكي. بشو بدنا نحكي آذان؟ شو القصة حبيبي؟ انت ليش متضايق هيك؟ شايرة، انا حابب اسألك سؤال واحد بس لحتى يطمن قلبي. هالشي ما بيعني ابدا انه في اي تغيير بيني وبينك، او اني شايف علاقتنا مانا منيحة. القصة مو هيك ابدا. ما تفهميني غلط او تفكري اني ما بقى بحبك، او اني ما بقى
أوثق فيكي مثل الأول. شو القصة أذان؟ احكي لي. أنا تعبت كتير لحتى قدرت أعمل مشكلة بين هدول الاثنين. معقول اتركهم يردوا يتصالحوا؟ امشي أذان. يا لطيف دلوبة، ساعدني الله يخليك. شو صار محترق يا يا لطيف يا لطيف دلوبة ساعدوني. أذان شو صار؟ امشي بسرعة. شايرة، أنا شايرة، جيبي لي بطانية بسرعة. اي ماشي يلا. مع شوكر خلص أنا طفيها. شكراً لمساعدتك شايرة. تعال يلا خلينا نحمله. ساعديني مع شوكر. بعديلي أنا بساعد. يلا على مهل. شايرة تفضلي هاي مي. على مهلك على مهلك. شكرا عادل. صح. الظاهر انك نسيتيني يا امي. انت بتعرفي قديش بحس بالوحده وقت ما بتكوني موجوده معي. اذان، انت بتعرف انك مو لحالك، في شايرة معك وفي نور كمان. بس انت مو معي امي. انا اشتقت لك كثير. وانا اشتقت لك كثير يا امي. طيب حاولي ترجعي بسرعه لو سمحتي. اكيد حبيبي، انا رح حاول اجي بوقت ابكر. المهم دير بالك على حالك. أذان؟ شو القصة؟ أنت ليش لساتك فايق؟ أنا بحبك شايرة. أذان؟ أذان؟ Thank you.
ألو سيجل، مرحبا. أنا آسفة عم أتصل فيك بهالوقت المتأخر. لا كل شي تمام ومنيح، ما تاكل هم، ما في شي. سيجل أنا حابة أجي لعندك وأبقى عندك كم يوم، ماشي؟ أنا رح أحجز البطاقات وأبعت لك كل التفاصيل فورا. يا الله، وقت اللي بيكون آسام معي بحس حالي ضعيفة، بس أنا ما بيصير أضعف أبداً، ولا بيصير إني فرق بين آزان وشايرة، مشان هيك أفضل حل إني بعد عنهم هالفترة. لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.